سلام غزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف بزاف، طولت عليكم الغيبة بزاف. هادي انا ما حطيت حتى حاجة في القناة ديالي، كنت محتاجة للراحة النفسية. عدت اليكم جديد واتمنى لكم عيد مبارك سعيد بكل ما تتمنوه انتم العائلة ديالكم كاع الناس اللي عزازين عليكم. انا كنت كنقول لكم توحشتكم بزاف، مي فريمون توحشتكم، توحشت الاجواء نتاع الكاميرا، توحشت الكونتاكت معكم. اش غادي نقول لكم، كنت كنمر بظروف صعيبة، داكشي علاش ما كنت كنحط حاجة. دابا الحمد لله تجاوز كل الصعوبات وكل الحمد لله على كل شيء. ما تسهل حتى حاجة هاد الدنيا، تسهل انك تفكر في راسك والصحه ديالك. الا خطاتك صحتك راه خطاك كل شيء. وانا كنولي نعيد عليكم، كنقول لكم عيد مبارك سعيد باش كتمنوا ان شاء الله. وانتظروني قريبا قريبا على القناه، لان غادي نبدا ننزل الفيديوهات من جديد. كنبغيكم بزاف بزاف، كرو بيزو. كل عام وانتو بخير يا احبابي، كل عام وانتو بخير، طول العمر والزمان ان شاء الله تضلوا بخير. كل عام وانتو بخير يا احبابي، كل عام وانتو بخير، طول العمر والزمان. كل عام وانتو بخير يا احبابي، كل عام وانتو بخير، طول العمر والزمان ان شاء الله تضلوا بخير. كل عام وانتو بخير يا احبابي، كل عام وانتو بخير، طول العمر والزمان. كل عام وانتو بخير يا احبابي، كل عام وانتو يمشي.